صباح الخير. سولتكم البارح في الانستغرام واش بغيتو تشوفوا الكرنفال فيديو الستوريات، بزاف فوطوا على فيديو، علاش قررت ندير معكم فيديو ان شاء الله من البداية ديالو. دابا عندنا 7 ديال الصباح اخويا، وباش تشد بلاصتك خاصك تفيق الناس، كاين اللي كيناسو، حنا فقنا شويه ديال معطلين. دابا عندنا 7 ديال الصباح، شو نتلاقاو مع الدراري ونبارطاجي معكم داكشي كامل كيفاش كيدوز الاحتفال ديال الكرنفال. وهذا الاحتفال هذا الاخوه راه ما داخل اخويا لا في ديانه لا في حتى شي لعيب، هادشي بحال اش غادي نقول لكم، هادشي راه بحال سبع بول بطاين، وانا هو سبع بول بطاين ديالو حطك جاتكم بعد ذاك. لا فيز سلسله دابا معلم، الله يخلف عليك الوالده. غنضحكوا هاد اللعيبات هادو صراحه، المذهب ما هو والو، المهم الشموك ديالهم ربنا هاد الكشكول هذا مع اخويا كي البرد والحطه، وليني كلشي على هاد الكابيتان هذا. نمشيو نبارطاجي معاكم داكشي. ايه هالايام الناس كنبغي نفيق الخدمه وما كنفيقش مع 7 ديال الصباح، باش كتكون شي حاجه شي احتفال شي حاجه فيها النشاط كتفعل. هذا علاش نقول لكم الخوت، بغيت تديروا شي دومين، دير اخويا شي دومين اللي غادي تكون مرتاح فيه وانت غادي للخدمه وانت فرحان راش قالك. حيت ملي كتفيق مع الصباح وكتبغي دير شي حاجه، يعني واخا ما تكونش باغي تفيق كتفيق اخويا مع الصبوحي 7 ديال الصباح اصاحبي، وشو بنادم فايق غادي. يا سلام. تورق 7 ديال الصباح كنسحب راسي واش انا بوحدي اللي فايق. Thank you.
علاش كنقول لكم الدراري يجيو لكولن. المهم هذا صراحه في الكارنفال كيجيو ليه الناس اخويا ماشي من كولن، الالمان كامل كاين اللي كيجي من فرنسا بلجيكا هولندا معروفين، بخصوص المدينه هذه ديال كولن هي اللي معروفه بالكارنفال ديالها، وغتلقى كاع الجنسيات في الدنيا مخلطه. بغيتي تجي اخويا الالمان جي لكولن راه غادي تزها ديال بصح.